هلا انا كل ما بشوفك يا ابو هاشم بشوف الضحكه بعيونك، البهجه والفرحه. عن جد انت مبسوط بحياتك؟ لك ليش لحتى ما انبسط بحياتي؟ انا كثير مبسوط بحياتي الحمد لله. يعني ما في شيء بيوم منقص علي؟ لا اعوذ بالله، شو نغص؟ حلو يا نغص. لا والله الحمد لله ما في شيء منقص علي عمي. مثل ما بيقولوا اللي رضي عاش، اللي بيرضى بعيش عمي. والله كلامك مضبوط يا ابو هاشم. الله يعطيك العافيه. مين رضي عاش، واللي خلع حلي، واللي ما عجبه ينفري. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تفضل يا ضيافي يا ابو هاشم. خليني يا اخي. ضيافي مني ما بصير، لا تخجلني. تفضل تفضل شكيب. حاسبوا عندي يا اخي. لك الله يسلم ايديك. خلينا يا يعقوب. خليني يا ابو هاشم. السلام عليكم. الله يحفظك. يا ابو هاشم الله يبارك لك. الله يحفظك. خليك. هذا الكعك، هذا الكعك، طيب الكعك، كعك كعك. اخي بدي اسالك سؤال، شو السر انه هذا ابو هاشم دائما مبسوط وفرحان؟ عمي كله ورا النسوان، النكد من النسوان وراحة البال كمان من النسوان. اه ايوه ايوه والله معك حق. يعني لو ابو هاشم مرته مو مريحته ما بتشوفه هيك ولا بتشوف الفرحة والبهجة بعيونه. انت متأكد هذا الشيء؟ لك ماني متأكد. امشي لاثبت لك يا شلون؟ امشي على المضافة يلا روح. الصراحة أخي أبو هاشم ما لي أنسب منك للشغلة هي. أنت واحد زقرته قبضاي ما في منك. الله يخليني يا أخو، أنت على راسي من فوق، أنت والزعيم أبو عصام، أنا جاهز، شو بتكون أنا جاهز؟ الله يرضى عليك عمي. إيش كان بتقدر هلا تروح؟ هلا بدنا إياك تروح. لا ايه لا هلا بروح انا، بس بدي اروح على البيت اخبر عيالي. لا 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 تخبروا، نحن ونخبروا. ايه شو عليه؟ خلص ايه ماشي الحال، انا جاهز. سيب قول الله. ايه يلا السلام عليكم، اعتبروا الاماني وصي. الله يرضى عليك. يوه. الله يرضى عليك. الله معك، مع السلامه. اخي ابو شكيل انت شو ما يدور براسك؟ بعدين بتعرف. مين؟ انا اختي انا. مين انت اخي؟ حضرتك ام هاشم مرته لبيع الكعك عمي. ايه انا انا. خير في شيء؟ في موضوع ضروري كتير تعرفيه عن جوزك عمي. خير يا اخي؟ شوفي غلت لي قلبي. اطمني اختي اطمني، ما في شيء، بس جوزك عم يتجوز عليكي. شو هالحكي هاد؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد انت واحد كذاب. مالي كذاب، قال لك اخذ بنت عمي حبيبه قلبي. لك روح الله لا يوفقه. يا رب على الحكي اذا صحيح. طيب اخي بتعرف وين ساكنين؟ وين البيت يعني اخي؟ وين راحه؟ لا ما زال الحكي صحيح. لا ما زال الحكي. اقول لكم بتجوز علي؟ والله طيب عيشته. والله لك شو هالحكي هاد؟ انت شو جابك لهون؟ ليش ما ضلت عند عروستك؟ لك عم تتجوز علي يا ابو هاشم؟ علي عم تتجوز؟ لك انت شو قصرت معك؟ شو قصرت معك؟ الله لا يوفقك. لا ما عم صدق عيوني. هلا انت بهيرة ليكون غلطان بالبيت انا؟ لك ما بتحكي تزوج عليك، ما تزوج عليك يا بهيرة. لك عم تكذب علي، عم تتضايق، عم تكذب كمان. لك والله كنت مشوار برات الحارة، بعتني عليه ابو عصام. شو تزوج عليك؟ منك منين جاب لك حاج؟ حاج تكذب، حاج حاج كذب. هلا هلا بدك تقلي مين هاي اللي تجوزت عليه؟ وبشو احسن مني؟ اه لك بشو احسن مني؟ لك شو قصرت معك انا؟ شو قصرت معك؟ وطي صوتك وطي حسك مشان الله. ما بدي وطي صوتي والله، لا افضحك والله، والله لا اخلي الناس تمشي وتشاور عليك. لك روح الله ليسا. لا حول ولا قوة الا بالله يا بهيرة. شفت شلون؟ كله بإيد النسوان، النكد بإيد النسوان وراحة البال بإيد النسوان. والله مظبوط، في نسوان بتريح البال وفي نسوان بتزعج الحياة تبعك كلياتها من أولها لآخرها. أخي ابعت حدا، ابعت حدا لعند مرته خليه يقول لها الحقيقة، هيك الزلمة بطل يبتسم ويضحك بوشنا. هو هيك ما راح أتركه بهالحالة وراح أرجعه بإذن الله لراحة باله. ما بيستاهل ابو هاشم، والله ما بيستاهل. والله ما بيستاهل.
وبيني وبينك حكيت أنا وابن عمي وقررنا إنه نخطب لشكيب، إن شاء الله بيقبر قلبي. إيه إن شاء الله خير. بس بيني وبينك ما لقينا بنت تناسبه وتناسبنا أكتر من عليا. إن شاء الله بتقبر قلبي، شو حلوة وبنت عالم وناس، وبالآخر هو ابن عمه وهو أولى فيها. خيرية، مين قالك إنه ابنك شكيب بيناسبنا؟ أنت شو عم تحكي؟ ابني ما بيناسبك؟ إيه نعم، ابنك شكيب ما بيناسبنا. روحي خطبي له بنت بياع الكعك، هي بتناسبكن وبتناسبوها. لك أنت شو عم تحكي وداد؟ وداد خانم من فضلك؟ أنا اسمي وداد خانم، عارفي حجمك منيح. ما شاء الله عليكي، شايفتك نسيتي، ولك ونسيتي إنك كنت شرشوحة. أنا شرشوحة؟ إيه؟ يلا 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 روحي تقلعي من بيتي، يلا. عم تقلعيني من بيت الزعيم؟ لا، هذا بيتي مو بيت الزعيم، يلا مو ناقصني شرشيح، يلا روحي. أنا بورجيكي، أنا بورجيكي. مرت عمي؟ مرت عمي طولي بالك. يا مولي شو حكيتي معها؟ لا حدا يحكي معي ولا كلمة، أبداً أبداً. ربي دخيلك على هالمصيبة. العمى قلعتك من بيتها؟ ايه والله ابن عمي هذا يلي صار. لك انا ما حكيتها شي، قلت لها بدي اطلب ايد بنتها وقام جن جنانها وصارت تخبص بالحكي. الله لا يعطيها العافية بجاه لا اله الا الله. لك هي وداد بعد ما صار اخي الزعيم ما عاد حملها على، وما بعرف على شو. بسيطة، مو الحق عليها، الحق على أخي اللي ما بيعرف يشكمها ويعلمها الأدب والأخلاق ويحط لها حد. وأنت شو رايح تعمل ابن عمي؟ شو راح أعمل؟ رح أعرفها شلون تحترم الناس وشلون ما تتكبر عليهم. شو هذا عصام؟ شو هاد اللي عم تعمل حرمتك؟ طول بالك اخي ابو شكيب، ليش معصب وفايتك على النظافه؟ طول بالك قبل ما تسالني ليش معصب؟ روح علم حرمتك الادب واحترام الناس. هاي يا اخي ابو شكيب، لا شو هالحكي هاد؟ شو هذا اللي عم بسمعه؟ هاي اللي بدك تسمعه، وهيك بدي احكي وخلي كل الخلايا تسمعني. طولني بالك، هدي صوتك، نحن بالمضافه والناس رايحه جايه، ما بنسمع فينا الخلايا. الله يرضى عليك عمي، نحن بالمضافه وين ما كنا بدي احكي وبدك تسمعني. هذا اول معشتان. اسمع لك ثاني معشتان، اذا مرتك على بنا انه هي مرت الزعيم بتعمل شو ما بدالها وبترفع مناخير على الناس، بتكون غلطانه. الله يرضى عليك، لك بوس ايدك بوس ايدك، وطي صوتك لا تفضحنا، واذا في شيء عائلي بنحل بالبيوت مو بالمضافه. اسمع، انت بتعرف انه الزعامه كانت الدنيا بعد المرحوم ابوك، وانا تنازلت لك عنك انا باخلاق مني. يا ابو شكيب شو لزومه هالحكي هلا؟ شو لزومه؟ قل لي بعدين، قل لي فهمني شو عامله وداد لحتى فاير كل هالفوره ووطي صوتها. خلي مرتك تحكي لك عمي. لك وين رايح؟ فهمني القصه مشان الله، فهمني القصه. اسمع الكلمتين، حطهم براسك، لا مو تحطهم براسك، دورهم براسك منيح. زعمي بدي اياها اذا مو اليوم بكرة، يعني أول على آخر، الزعبة بدي إياها. قول هذا الحكي لمرتك. خاطرك يا أخي الصغير. يا ماهرة بنت عمي وينك؟ أهلين تقبرني، هات عنك هات. الله يسلمك. الله يعطيك العافية والصحة يا حق. الله يعافيك حبيبي قلبي. تقبرني، الله يقويك. تقبرني، أكيد جوعان ما؟ إيه والله جوعان. إيه لك أنا رح أسخن لك الأكل، روح أنت غسل ورطب لي حالك، إيه؟ إيه اليوم الحمد لله الله رزقنا بعد نص الكعكات، كنت حبيعهم كلهم، بس اشتقت لك لأنه أنا بطلع مستقلك وبرجع مستقلك. أعطيني ما فيني ما فيني هلا حمل الكعكات. يو لي بنت عمي أنا، يلا حغسل. يلا تقبرني، يلا ححضر لك الأكل. لك إن شاء الله بتقبرني هالطلة شو حلوة. قصدك مشان تقلعت مرت أخوك خيرية مو؟ ليش أنتِ قلعتي خيرية؟ إيه حبيبي قلعتك، وكل ما شفتها بدي أقلعها. يا الله لا يعطيك العافية، لك شو جنيتي؟ لك وداد جنيتي؟ لا ما جنيت، أنا يلي بده يدوس على طرفي لسه ما خلق.
ولك وداد هاي مرت اخي، مرت اخي الكبير ابو شكيب. شو جنيت انت؟ بعدين تعي لقلك، بشو غلطت معك؟ غلطه؟ جايب كل عين وقها عم تطلب بنتي عليا لابنها شكيب. طيب واذا حكيت بهالموضوع شو غلطت المخلوقه؟ ايه غلطه؟ طبعا غلطة. انا بجوز بنتي لابن خيريه والله ما بعطيهم اياها لو ما بقى بالدنيا عرسان كلها. اسمعي وداد، هلا بتحملي حالك وبتروحي لبيت اخي وبتعتذري من المخلوقه فورا. فورا بتحملي حالك وبتروحي لبيت اخي وبتعتذري منهم. يلا بالله شو؟ والله مالي رايحه لو طبعت السما على الارض، فهمت ولا لا؟ ها وداد، بدك تكسري كلامي؟ انا ما عم بكسر كلامك، بس شو بدهم يقولوا علي نسوان الحارة؟ إنه أنا مرت الزعيم حملت حالي ورحت لبيت خيرية؟ لا والله. اسمعي لقلك، إذا ما بتروحي الليلة واليوم وفوراً لبيت أخي وبتعتذري منه من مرته، أنت ما عاد تلزميني بهذا البيت. شو بدك تساوي أبو عصام؟ بدي طلقك. مصيبة يا شكيب، مصيبة واحد فوق راسنا. اهدي اهدي واحكي لي شو صاير. ابي بده يطلق امي. لعمة، انت شو عم تحكي؟ لا تقليني مش عارفنا ادوا امي. ايه، وطلب من امي تروح تستسمح امك، امي مو رضيانة. لعمة على هالمصيبة من وقتها بنوم. يا ربي دخيلك، بوس رجليك، احكي لعمي القصة وخليه يحلها. طيب الله يرضى عليك، حطي ملايتك وروحي على البيت، انا بتصرف. طيب بخاطرك. لك شبك ما تحكي. مصيبة مصيبة، ورح تبع فوق راسنا يا أبي. مصيبة شو؟ عمي عمي رح يطلق مرته. لعمة، وحالف عليها يمين إذا ما بتجي بتستسمح من أمي فهي طالق وهي راب راسها وما بتجي يا أبي. عمي الله يخليك، أنا ما بدي أخوك يطلق مرته، الزعامة وما بدنا إياها، وأنا مسامحتها خلص، ما بدي إياها تتطلق. الله يخلينا إياك يا أبي، تلاقي لك حلة. أصيلة يا خلي، أصيلة وبتضلي أصيلة. والحال يا أبي؟ شو بنا بعصام؟ روي الله يرضى عليك، والله بيقول علي شوفك هيك مشغول بالك ومتضايق ومتوتر. أخي أنت، أنت أخي نور عيوني والدم بيصير مي. أخي أنا ما عاد بدي عصام تيجي تعتذر من حرمتي، حرمتي بذات نفسها رح تيجي لعند حرمتك مشان تصفى القلوب. وحياة أبو عصام الزعيم، أبو عصام الزعيم زعامة رح تضل لك. الله يخلينا إياك يا أخي، الله يخلينا اياك يا كبير. روانا روانا.